السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت الله يبارك لك. زوجتي حامل وفي توأم وكده، وعندها أنيميا حادة، والطبيبات نصحوها إن هي تفطر، وهي ما عندها ومش راضية تفطر عشان القضاء بعد كده. فهل يجوز لها إنها تفطر وتطعم، ولا تنتظر للقضاء؟ تنتظر للقضاء. تنتظر للقضاء يعني، بس بعد كده ان شاء الله في لسه الرضاع 2 سنين كاملين وكده، والعمر الله اعلم به يعني ان شاء الله اذا صامت اياما متفرقه لن يعجزها، وخاصه في الشتاء. تمام. واذا ماتت يصوم عنها اولياء. تمام. جزاك الله خير. وياك. جزاك الله خير. الله يبارك.